دابا شحال من مره جيتي وما قضيتيش الغرض؟ ثلاثه مرات، المواعيد عندي كاملين. شحال كتركب؟ كنركب شي 100 درهم. 100 درهم ترانسبور ديالي انا والولد. محل ليا ولدي محل مكربص، ما عرفتش شنو غندير، والله ما عرفتش شنو غندير. والله الا ريحه القادوس ما تقدرش توقفونا قسما بالله. الشريف منين كاتجي؟ انا بن سليمان. من بن سليمان؟ من جمعه فضالات. من جمعه فضالات. جيب الوليد مالو شنو عنده؟ كنجيب الولد عندي مهرس مسكين، مهرس من ايدو طاح. طايح مهرس طايح، وملي كنجي للسبيطار هنايا ما كيديروا معايا حتى شي حاجه. شحال كتركب؟ عطوني المواعيد. شحال كتركب؟ كنركب شي 100 درهم. 100 درهم ترونسبور ديالي انا والولد. اها. والماكلة ديالي 3000 ريال كنخسرها يوميا، ملي كنجي هنا كنخسر 3000 ريال. ولكن ما كيعطيوني مواعيد ديما الجمعة الجمعة. كتجي سير الجمعة ما كتقضي والو. دابا فات الوقت ديال الهرس، هو داير القبص وفات الوقت العدد ديالو، ما عندنا ما فهمتش والو، ما عرفتش شنو ندير. ما عرفتيش هذا القبص واش غيعفن ليه اليد؟ ما عرفتش. واش غادي ينقص ليه من اليد؟ واش غيعوج ليه اليد؟ ولا القبص كيعطي الريحة ديالو. ما عرفتش شنو غندير دابا. انا قدام السبيطار ما عرفتش، ما لقيتش شي حد اللي غيضرب ولا يتساعد معايا. ديما الاضراب، ديما الاضراب، فين كنجي كيقولوا لي الاضراب. شميتي بعدا الريحه ديال القادوس هنا؟ السبيطار مستشفى بنرج في ريحه البول، الهاروشي في ريحه القادوس. واش هادو سبيطارات عباد الله؟ واش هادو سبيطار؟ واش هادو مستشفيات؟ واش هادو مستشفيات يجي لهم المواطن المغربي يتعالج؟ بالله عليكم واش كاين شي مواطن مغربي اليوم كيجي للمستشفيات العموميه كيمشي هو ناشط، كيدخل ناشط وكيخرج ناشط؟ راه ما كاين والو. السيد وزير الصحة، والله إلا ريحة القادوس ما تقدرش توقفونا قسما بالله. ريحة القادوس ديال الواد الحار ما كاينش، ما نعاودش لكم. السيد وزير الصحة، دير حل مع الأطور، دير حل مع الأطباء، شغلك هذاك أنت وياهم. ولكن ما يمكنش أننا واحد الراجل جاي من جمعة الفضالات كيخسر 3000 ريال كل جمعة. واش في طاقتك تخسر 3000 ريال كل جمعة؟ ما عنديش، ما خدام. فاش خدام أشري؟ والله ما خدام بالله، كنخدم كنمشي للموقف، كنخدم بالجردة مع الناس الفلاحة. هادشي اللي كاين، وعندي جوج وليدات مكبرهم معايا. كنجيب معايا واحد الدري خويا تا هو عنده المحضر ديالو في 20 غشت، تا هو عنده المحضر ديالو. تا هو كتحطو في 20 غشت وتجيبو لك. كنحطو مهرس عنده الحديد في عينو، تا هو كيعطيوه المواعيد. دابا رانا غادي عنده، كنت غادي على رجليا من هنا، قالوا لي بعيدة، بغيت نلقى شي طريق ولا شي طاكسي يديني ولا شي واحد يديني معايا. تلاقيت معاك انت ياسر. الحمد لله. الحمد لله. وما عندنا من امر الله، ما عندنا من ديال ان شاء الله. غادي نصيفطوك نهار الاثنين وغادي تمشي وغادي تشوف الطبيب ديال العظم وغادي تشوف لك غيحيدوا له القبص، غيحيدوا لي الا كان شي دواء ان شاء الله غيديروه لي ان شاء الله. صافي غير كون هاني ان شاء الله. شكرا. وليدك شحال عنده من عام؟ 8 سنين ونص. 8 سنين ونص. دابا شحال من مره جيتي وما قضيتيش الغرض؟ ثلاثه مرات، المواعيد عندي كاملين كاملين، كيديروا لي مواعيد. دابا ما فهمتش والو بصراحه، مشكلوني ما عرفتش شنو ندير والله. شنو الرساله ديالك لوزير الصحه؟ السيد وزير الصحة كنصيفطوا لك رسائل بالجملة كل نهار، تنتمناو أنك تسمع ولو رسالة واحدة من مواطن واحد، لأنني على يقين أنك لو تسمع رسالة واحدة من مواطن واحد قلبك غادي تقطع على جوج. حيت ما يمكنش أنك تشوف راجل بحال هذا كيطيح في الدموع على وليداته، لا حول له ولا قوة. تيقول لك القبص ديال الريحة عباد الله. شا نقول لي؟ ما بقاش عندي ما نقول والو. صافي محل ليا ولدي محل مكربص، ما عرفتش شنو غندير والله، ما عرفتش شنو غندير. كنجي كيرسلوني حتى للجمعه الاخرى، حتى للجمعه ديما. دابا ثلاثه الجمعات وانا كنجي هنايا، هو عنده استعمال وقع على 20 يوم ديال القبص، دابا ولا شهر ونص وباقي زيدني الشمعه. دابا حتى لشهر 12. علاش كيبكي؟ شهر 12 غنشوف. اييه